يقوم اليوم الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بإشراف يوم دراسي حول التدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين المدنيين. هذا اليوم الدراسي يتمحور حول التدابير الاستثنائية التي أقرها المرسوم الرئاسي رقم 1221 المؤرخ في 25 أوت 2021، والذي يتعلق بالإعفاء من غرامات وعقوبات التأخير بالنسبة لأرباب العمل المدنيين باشتراكات الضمان الاجتماعي، بحيث يستفيدوا من إعفاء كلي من غرامات تأخير وعقوبات، وهذا ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار يوم 25/8/2021 وإلى غاية يومنا هذا 3 جانفي من السنة الجارية 2022. مازال هذا القرار راه ساري المفعول إلى غاية 31 جانفي.